السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة عندنا فيديو مهم جدا جدا عن البراغيث او الحشرات اللي بتكون في جسم القطط. طبعا انا وعدتكم في كل مرة اول لما اعرف معلومة جديدة للقطط هعرفكم بيها علشان نستفاد كلنا. وما تنسوش يا اصحابي يا حلوين تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وعشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون افيد وافيد. يلا بينا النهاردة هنتكلم عن موضوع البراغيث في القطط او الحشرات عامة. البراغيث دي يا جماعة شيء مقزز جدا 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 جدا، خصوصا انتوا لو تعرفوا خطورته قد ايه في القطط بتاعتكو يعني هتتخضوا اصلا. تعرفوا ان البراغيث دي بتمص دم القطة؟ طيب تعرفوا كمان ان القطة لو بتنظف نفسها او بتنظف جسمها والبرغوت ده جه في بقها ودخل بطنها بيجيب لها ديدان خطيرة جدا جدا، وبتأدي برضو للضعف وان هي تكون عندها انيميا شديدة جدا. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن الموضوع ده وعلاجه. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتفعلوا زر الجرس يا اصحابي يا حلوين عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا هنبدأ نقول ايه الحاجات اللي البراغيث دي بتسببها للقطة غير الديدان. كمان بتعمل التهاب في الجلد، في جلد القطة بتسبب التهاب شديد جدا جدا جدا. وكمان القطة زي ما انا قلت لكم لما بتلحس جسمها او بتهرش جسمها بلسانها والقطط والبراغيث دي بتدخل بطنها، للأسف للأسف بتعمل لها ديدان في البطن صعبة جدا. دلوقتي ايه يعني هنعالج الموضوع ده ازاي؟ اولا لو لا قدر الله القطة بتاعتنا جات لها ديدان في بطنها هعمل لكم فيديو مخصوص ان شاء الله الايام الجاية عن علاج الديدان للقطط. بس دلوقتي احنا هنعالج ازاي البراغيث في لما تيجي على جسم القطة بتاعتنا. في طبعا امبولات اسمها ليبريوشل، دي امبولات بتيجي مخصصة لعلاج البراغيث او كده، دي نستخدمها كل 3 مرات في الشهر يعني او مرتين في الشهر مثلا، هنعملها كل 2 مرات. تمام، امبول ليبريوشل ومعاه طبعا الاسبريهات اللي انا معودة قططي عليها اللي هي بتاعت الحشرات، وكمان اللي هو البودر اللي هو ده اللي انتوا عارفينه، مع طبعا استخدام الورق. تمام، طبعا الامبولات اللي هي مضادة للحشرات دي زي ما انا قلت لكم كل 2 أسبوع كل 3 أسابيع كده. وطبعا في حاجة ولازم كمان بعد لما ننظف البراغيث من جسم القطط لازم كمان ننظف البيت كويس جدا جدا جدا. في حاجة اسمها بايوتاكس 1% على كل لتر مية نمسح بيه الشقة، وكمان القطط ما تكونش حوالينا، تكون بعيد عن المكان اللي احنا بنمسح بيه علشان البراغيث وكده. البايوتاكس ده حاجة للحشرات والبراغيث بتشيل الكلام ده. وطبعا ما تنسوش يا اصحابي يا حلوين تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لو المعلومات دي عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله الايام الجاية هنعمل معلومات كويسة جدا جدا هتستفادوا منها جدا يا اصحابي يا حلوين. ما تنسوش بحبكم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للقناة واشتراك وتفعلوا زر الجرس. باي باي.